الواحدة ظهرا بتوقيت أربيل. أحييكم مشاهدينا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. رئيس إقليم كردستان يشارك في مراسم تخرج دفعة جديدة من ضباط البيشمركة ويؤكد على عملية الإصلاح بوزارة البيشمركة. الصدر يهاجم أمريكا: لن نسمح لها بتحويل العراق إلى سوريا وسنواجهها بتظاهرة مليونية. نصر الله يقول: سنترك الأبواب مفتوحة في محادثات تشكيل حكومة لبنان. أما في رومانيا، يوهانس يتصدر بفارق كبير الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية. أهلا بكم. تخرج اليوم 233 ضابطا لقوات البيشمركة من كلية زاخو العسكرية، وذلك بحضور رئيس إقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني. وفي كلماته التي ألقاها أمام المتخرجين، قال نيتشيرفان بارزاني لضباط البيشمركة: إن عملكم هو أطهر من أي عمل آخر في الدفاع عن أرض الوطن، والبيشمركة استطاعوا قبل الجميع كسر أسطورة داعش الإرهابي. وأضاف أن كردستان بحاجة لقوة بيشمركة موحدة ومدربة على أقصى حالات الانضباط والمبادئ، وتكون بعيدة عن السياسة، ويكون ولاءها لكردستان، وتأتمر من مركز قرار واحد. ومن جانبه، قال اللواء نذير عاصم غوران عميد كلية العسكرية في زاخو: إن الضباط المتخرجين قد تلقوا أحدث التدريبات على استخدام العديد من الأسلحة المتطورة، مضيفا أن الكلية قد خرجت حتى الآن 67 دورة أساسية وتدريبية، وخرجت أكثر من 7600 ضابط. سعيد أنني معكم الآن نشهد تخرج الدفعة 26 لضباط بيشمركة كردستان. أهنئ المتخرجين للتنظيم العالي والمستوى العالي لهذه الكوكب المتخرجة. شكرا للمشرفين والضباط والمراتب والمدربين وعميد الكلية العسكرية، شكرا لهم جميعا. الاهتمام بالتنمية الذاتية والطاقات البشرية، تقدم وتطور في أي قسم من أقسام الحياة، شريطة أن تكون منسجمة وملائمة مع الجانب الروحي للمرحلة. هنا ركيزة للتخطيط وأساليب المنظومة العسكرية المتطورة في الفنون العسكرية، فهذا يعد من أبرز المنجزات والمنتج العسكري، لأن التطوير في الطاقة البشرية هو أعلى مراتب التطوير. العلم العسكري والفنون العسكرية تتطور أيضا بمواكبة التطور الحديث المتسارع غير المتناهي في السرعة في مجالات الحياة والتكنولوجيا، وهو ما يعطي أهمية بالغة في تطوير الذات بالنسبة لكل الضباط ولكل القوى العسكرية والمنظومة العسكرية في إقليم كردستان ككل. فالأساس والمبادئ الوطنية والإنسانية والإحساس بالمسؤولية والقتال والنضال بإرادة مقابل الدفاع عن المبادئ الإنسانية والقيم الإنسانية العليا الكردستانية هو ما نطمح إليه. أيها الضباط، أنتم مع البيشمركة والضباط والمراتب والكوادر في بيشمركة كردستان، عليكم يقع مسؤولية الدفاع عن كردستان، مسؤولية وجود الكيان الكردستاني والقيم العالية الكردستانية ومستويات الفكر العالي، هو الذي ما نطمح إليه من خلالكم.
البيشمركة هم أصحاب المعنويات العالية وحب الإنسانية، وهذه رسالتكم بسلاحكم ومبادئكم العالية السامية الإنسانية الراقية، تدافعون عن حضارة وإنسانية الفرد. أنتم أصحاب الركيزة والخبرة العالية في مجال الدفاع عن الحقوق. الطلبة المتخرجون في هذه الدفعة كان لكم حظ كبير في المشاركة في هذه الدورة والتخرج بمستويات عالية. كان ضروريا أن ينعكس الجديد من المعلومات والمعارف العسكرية التي أخذتموها ودرستموها وتلقيتموها في هذه الدورة أن تنعكس على واقع الحياة، فالمتطورون هم من لا يقفون عن التقدم وتطوير الذات لتنفيذ الأفضل. عملكم هو من أطهر وأشرف الواجبات في هذا الوطن. ليتطور مع كل ذلك قدراتكم، كان ولا زال كل الضباط والمراتب في قوات بيشمركة كردستان عند طموحنا، وتجسد ذلك بكسركم لأسطورة داعش الإرهابي، وستبقون من ذلك الموعد وإلى الأبد محط فخر لكردستان والكردستانيين. فإننا نفخر بكم، نفخر بأنكم جيل من المناضلين، من المدافعين عن الأرض، عن الوطن، عن المكتسبات لهذا الشعب. أكد عضو المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني بلند إسماعيل أن المساس بالمادة 140 الدستورية غير مقبول بأي شكل من الأشكال. جاء ذلك عقب أن نقلت وسائل إعلام عراقية عن قيادات في تحالف الفتح بقيادة هادي العامري نيتهم تغيير المادة 140 الدستورية، موضحين أنهم يسعون لترسيخ التعايش بين المكونات من خلال تغيير تلك المادة بحسب زعمهم. بينما أكد إسماعيل أن المحكمة الفيدرالية العليا في العراق قد أقرت في 30 تموز لهذا العام أن المادة 140 الدستورية ما زالت سارية المفعول وستظل هكذا حتى تحقق الأهداف التي وضعت لأجلها. أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا في العراق حكما لصالح طعن مقدم من لجنة المناطق الكردستانية في برلمان كردستان ضد فقرات لقانون انتخابات مجلس المحافظات والأقضية والنواحي. وكان مجلس النواب العراقي قد أجرى تعديلا لقانون انتخابات مجلس المحافظات والأقضية والنواحي، حرم النازحين من مواطني المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم من حق التصويت خلال الانتخابات المقبلة إلا بالعودة لمناطقهم الأصلية. وقدمت لجنة المناطق الكردستانية طعنا لدى المحكمة الاتحادية لتعديل قانون الانتخابات، واليوم حسمت المحكمة الاتحادية القضية لصالح الطعن المقدم، وسيستطيع النازحون التصويت في الانتخابات المقبلة ضمن مناطق إقامتهم بإقليم كردستان وبدون الحاجة لعودتهم ولدوائرهم الانتخابية السابقة. مشاهدينا، والآن ننتقل بكم مباشرة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، ومعنا مراسلنا مصطفى سلمان ليطلعنا أكثر على آخر الأخبار والنشاطات اليوم في أربيل وحول انعقاد مؤتمر حول التعايش السلمي في إقليم كردستان. مصطفى، أهلا بك، تفضل ما لديك. نعم،
مرحبا دلشين، مرحبا بالزملاء في غرفة الأخبار وكل متابعي قناة زاغروس الفضائية. دلشين، اليوم عقد في أربيل مؤتمر للتعايش السلمي، هذا المؤتمر كان برعاية من الكنيسة السويدية، أيضا هناك منظمة شاركت في هذا المؤتمر وهي منظمة دعم وتأهيل المرأة. هذا المؤتمر تحديدا يعني كان الهدف منه هو تعزيز روح التعايش السلمي في مناطق بعشيقة في محافظة نينوى. كيف هو يعني إن صح التعبير هو فسيفساء هذا التعايش، كيف يمكن تدعيمه وكيف يمكن إدامة هذا التعايش؟ أيضا كان هناك حضور رسمي من قبل مجلس المحافظة، هناك عدد من يعني القساوسة أيضا هناك في بعشيقة حضروا، أيضا هناك ممثلين عن الديانات الأيزيدية والمسيحية ومختلف الطوائف والقوميات حضروا إلى هذا المؤتمر، عرضوا من خلاله عدة نقاط مهمة من شأنها تذليل كل المشاكل التي تقف كعائق أمام مستقبل التعايش السلمي في بعشيقة بشكل خاص وفي محافظة نينوى بشكل عام. هذا فيما يخص المؤتمر الذي عقد اليوم وهو لا يخص أقليم كردستان تحديدا دلشين. أيضا هناك اليوم زيارة لوزير التخطيط يعني في إقليم كردستان لمنطقة إسماقولي يعني الاطلاع على سير عمليات الإعمار والتخطيط الذي تم يعني تم وضعه بشكل مسبق وتنفيذ المشاريع من قبل الوزارة. هذه الزيارة هي تأتي استمرارا لزيارات سابقة قام بها السيد الوزير. أيضا هناك اليوم لجنة الثقافة في برلمان إقليم كردستان اليوم لديها جلسة حوارية تناقش عدد من المواضيع تخص الإعلان الدعائي في إقليم كردستان، طرق الإعلان الدعائي وكيفية الإعلان من خلال وضع قوانين خاصة بهذا. كل ما لدي دلشين اليوم، بالتأكيد سأكون معكم في تفاصيل أخرى إن شاء الله. نعم، مراسلنا مصطفى سلمان كنت معنا مباشرة من أربيل، شكرا لك. ومن أربيل إلى عاصمة الثقافة بإقليم كردستان محافظة السليمانية، حيث تجري هناك عدة نشاطات اليوم، ومنها انعقاد مؤتمر لبحث تطوير قطاع التربية بمشاركة جميع الممثليات. وحول هذا الموضوع مشاهدينا والنشاطات الأخرى معنا من هناك مراسلنا شيار محمد. شيار، أهلا بك، تفضل ما لديك. نعم دلشين، مرحبا عليك وعلى جميع المتابعين ومن يشاهد هذا البث المباشر الآن. طبعا يعني اليوم نشاطات كانت متعددة في مدينة السليمانية. نبدأ أو نذكر الأهم منها، حيث اليوم بحضور وزير التربية في إقليم كردستان يعني انعقدت ندوة حوارية. هذه الندوة كان هناك حضور كبير من جميع ممثليات المديريات العامة للتربية في مدن إقليم كردستان، إضافة إلى مديرية التربية في كركوك، يعني كانوا حاضرين من أجل بحث يعني الجانب النفسي لتطوير القطاع التربية داخل مدن إقليم كردستان. يعني هذه الندوة يعني ستطرح من قبل مختصين يعني مواضيع مهمة ومناقشة مواضيع مهمة، أهمها يعني الأكثر أهمية من تلك المواضيع سيكون هناك التركيز على المرشد النفسي داخل المدارس، يعني من الضروري جدا خلق هذا الجسر بين الطلاب وأيضا المعلمين. أيضا هناك خطة يعني تحدث وزير التربية في إقليم كردستان وخلال تصريح على المنصة يعني أن سيكون هناك خطة بين التعليم العالي وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان وأيضا وزارة التربية من أجل المشروع أو إيجاد مشروع تكاملي بين هاتين الوزارتين من أجل خلق فرص تربية جيدة للطلاب والتلاميذ داخل حدود إقليم كردستان. يعني هذه النشاط تعدى أيضا إلى أن سيكون هناك طرح أو هناك مشاريع ستطرح داخل برلمان إقليم كردستان وأيضا ستطرح داخل مجلس الوزراء في إقليم كردستان من أجل بحث آليات جديدة وآليات عصرية لتطوير هذا القطاع الحيوي المهم في إقليم كردستان من أجل خلق فرص التعليم جيدة. يعني هذا بالنسبة للمؤتمر أو هذه الندوة الحوارية. أيضا يعني تقوم اليوم مدينة السليمانية وفي أكثر من مكان بالاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري. هذا المرض المنتشر بات منتشر بشكل كبير في إقليم كردستان، وذلك بسبب المناخ، بسبب يعني أمور بيولوجية أخرى لا أدري، لكن
ولكن يعني هذا المرض هناك نسب خطيرة داخل حدود إقليم كردستان. اليوم يعني تقوم العديد من المستشفيات الحكومية أيضا والأهلية بإجراء نشاطات متعددة حول هذا اليوم العالمي لمرض السكر، كان أهمها يعني هو زيارة مدارس متعددة داخل حدود السليمانية، هذه من أجل يعني إجراء حوارات توعية للأطفال، يعني توعيتهم بالابتعاد عن السكر قدر الإمكان، يعني هذا السم يعني إن صح التعبير السم الأبيض. يعني أيضا يعني دلشين هناك أيضا ما تزال الاحتفالات مستمرة من أجل مولد النبوي الشريف لولادة سيدنا محمد خاتم الأنبياء وهادي المسلمين جميعا، يعني ما تزال هناك احتفالات مستمرة من قبل الأهالي وأيضا من وزارة الأوقاف ومجموعة من يعني الرجال الدين داخل حدود محافظة سليمانية للاحتفال بهذا المولد النبوي الشريف. يعني دلشين أستطيع القول أن هذا مختصر لأهم ما يدور اليوم في السليمانية. نعم نعم، مراسلنا شيار محمد كنت معنا مباشرة من السليمانية، شكرا لك. والآن ننتقل بكم إلى آكري ومعنا مراسلنا محمد هركي. محمد أهلا بك، يعني اليوم وصلت مساعدات من قبل الحكومة الاتحادية لنازحي سهل نينوى وفي مخيم مليان، ما الجديد لديك حول هذا الموضوع؟ تفضل. نعم زميلتي دلشين، تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي قناة زاغروس. بالفعل اليوم وصول بعض الخيم، يعني عدد 300 خيمة وصول إلى مخيم ماماليان الذي يبعد 12 كيلومتر عن مركز مدينة آكري. الآن سينضم معي مدير مخيم ماماليان متين عبد الله، الأستاذ متين، ليحدثنا أكثر عن وصول هذه المساعدات. استاذ متين، بدايه لو تتحدث لنا عن وضع النازحي سهل نينوى في هذا المخيم، هل المساعدات هذه يعني تلبي الطموح ام انهم يحتاجون اكثر، خاصه ونحن مقبلين على الشتاء البارد القارس؟ استاذ متين. طبعا، فبتنسيق الهيئة الشؤون الإنسانية في محافظة دهوك مع دائرة هجرة ومهجرين فرع دهوك، تم وصول وجبة جديدة من الخيام الجديدة إلى المخيم. رح نبدل كل الخيام اللي موجودة بالمخيم. من الناحية الاحتياجات الشتوية، منظمة UNHCR رح يوزع ورقتين دولار على كل عائلة داخل المخيم، وبالنسبة للحصة الأرزاق كل عائلة يستلم حصة أرزاق من قبل منظمة WFP. الاحتياجات الأخرى من الصحة والتربية هي كلها تتغطيها حكومة الأقليم. أكيد هناك قلة في الاحتياجات، خاصة النازحين محتاجين غاز، محتاجين فرش، محتاجين أدوية، هناك قلة في الإمكانيات صراحة. نعم أستاذ متين أشكرك. زميلتي دلشين، للتذكير بأن هذا المخيم أسس سنة 2014، تواجد حوالي 12 ألف فرد، أي ما يعادل 2200 عائلة، أغلبيتهم من من الكرد. كما تلاحظين الآن من خلفي أغلب الخيم الآن باتت مهجورة أو شبه مهجورة لقلة الدعم من حكومة المركز، فبالتالي الآن يتواجدون فقط 200 عائلة في هذا المخيم الذي يحتاج الكثير والكثير من الدعم من المنظمات الدولية وأيضا من حكومة الاتحادية في بغداد. هذا كل ما لدي زميلتي دلشين حتى الآن. نعم، مراسلنا محمد هركي كنت معنا مباشرة من آكري، شكرا لك. وإلى دهوك وينضم معنا مراسلنا غسان خضر ليحدثنا أكثر عن زيادة النسبة السكانية بالمحافظة. غسان أهلا بك، تفضل. العراقية أصدرت قرارا بالأمس بإجراء إحصاء العام المقبل عام 2020. نعم. العراق لم يجري إحصاء منذ 22 عاما. طبعا هذا الإحصاء لعام 2020 سوف يكون بالتنسيق بين حكومة وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان ووزارة التخطيط العراقية. إذا ما تحدثنا عن التعداد السكاني هنا في مدينة دهوك على وجه التحديد، دهوك عام 2009 كانت عدد السكان فيها هو 1,000,000 فقط، اليوم يقترب من 1,500,000، أي أنه في 10 سنوات قفز إلى 50%، إضافة إلى 50%. إذا ما أجرينا مقارنة بين عدد الوفيات وعدد الولادات في عام 2018، عدد الوفيات كانت فقط 4,000، في حين أن عدد الولادات كانت تقريبا 50,000 أو أكثر من ذلك بكثير.
الغاية من إجراء الإحصاء هو تحديد الميزانية وأيضا معرفة الخدمات اللازمة لكل فئة سكانية. على الأقل أعتقد هذا أبرز ما يمكن أن نقوله إلى الآن، أنه مدينة دهوك الزيادة فيها في 10 سنوات هي 50%. الإحصاء الذي سوف يجرى سوف يكون بالتنسيق بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة التخطيط في حكومة أقليم كردستان. هذا كل ما هو موجود في دهوك هذا اليوم. نعم، مراسلنا غسان خضر كنت معنا مباشرة من دهوك، شكرا لك وشكر موصول لجميع مراسلينا في محافظات أقليم كردستان. والآن انتقال إلى الشأن العراقي ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا، والآن إلى العاصمة الاتحادية بغداد، ولليوم 19 على التوالي والتظاهرات مستمرة للمطالبة بالإصلاح وإيجاد فرص العمل. وللمزيد معنا من هناك مراسلنا أحمد فيلي. أحمد، أهلا بك، تفضل. نعم، شكرا جزيلا زميلتي دشين، ومساء الخير. مساء الخير. يعني ما زالت عمليات الكر والفر متواصلة في مقتربات ساحة التحرير، أقصد بها منطقة ساحة الخلاني ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين من جهة، وأيضا استمرار عمليات استخدام الغازات المسيلة للدموع من أجل إفراغ هذه المنطقة من المتظاهرين أو إرجاعهم إلى ساحة التحرير، معقل التظاهرات والمكان الذي يتحصن فيه المتظاهرون منذ اندلاعها مطلع الشهر الماضي. لكن الجديد في الأحداث لهذا اليوم هو عودة خروج طلاب الجامعات في وقفات احتجاجية لمساندة المتظاهرين في ساحة التحرير بعد أن عاودوا الدوام الرسمي منذ مطلع الأسبوع الجاري. لكن اليوم أيضا وبعد لقاء الأمس ما بين ممثلة الأمم المتحدة في العراق سيدة هينين جينيس بلاسخارت مع المرجع الديني الأعلى سيد علي السيستاني، اليوم هنالك حالة من التحضير لاتساع رقعة التظاهرات في العاصمة بغداد، ليس في على مستوى المناطقية بل على مستوى التحشيد في ساحة التحرير من أجل استمرار في عملية التظاهر والاستمرار بالضغط الشعبي على الحكومة أو نقول الجهات السياسية والكتل السياسية من أجل تنفيذ المطالب التي طالب بها المتظاهرون. يعني اليوم 19 على التوالي تستمر التظاهرات في العاصمة بغداد، وأيضا يعني هنالك دعوة لاستخدام أو استخدام عفوا السلمية في هذه التظاهرات، وهنالك دعوات بالابتعاد عن الصدام المباشر مع القوات الأمنية كي لا تتكرر حالات وقوع ضحايا بين المتظاهرين وحتى القوات الأمنية. بالنتيجة يعني اليوم حصيلة هذا اليوم هو وقوع 15 مصابا جراء الاختناقات بسبب الغازات المسيلة للدموع التي تطلقها القوات الأمنية من أجل ضمان عودة المتظاهرين إلى منطقة ساحة التحرير. وأيضا اليوم كان هنالك حريقة نشبة في منطقة الشورجة بمحل للملابس أو مخزن للملابس، وتم السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني. وأيضا اليوم الثلاثاء يعني العاصمة بغداد شهدت وقوع صاروخين يعني في منطقة الشعب في مدرسة أشول البنين، وأيضا صاروخ آخر من نوع جراد في منطقة الإسكان في السوق الشعبي لمنطقة الإسكان. لكن الحمد لله يعني هذين الصاروخين لم يسببا أي وقوع أي ضحايا، فقط أضرار مادية بسياج بالنسبة للمدارس بالنسبة للصاروخ الذي وقع على منطقة الشعب. وأيضا الجهات الأمنية الآن فتحت تحقيقا لمعرفة الجهات المتورطة بإطلاق هذه الصواريخ على المناطق التي نستطيع أن نقول أنها سكنية ومناطق شعبية تعج بالسكان. نعم نعم، مراسلنا أحمد فيلي كنت معنا مباشرة من العاصمة الاتحادية، شكرا لك. مشاهدينا، والآن ننتقل بكم إلى مراسلنا معتز العبودي لينقل لنا ما يجري في محافظة الفرات الأوسط وحول آخر تطورات ومستجدات الساحة العامة والمعتصمة والمحتجة للمطالبة بالإصلاح. معتز، أهلا بك معنا. يعني اليوم نقابة المعلمين العراقيين فرع كربلاء تعلن الاعتصام في جميع مدارس المحافظة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ما مدى صحة هذه الأنباء؟ تفضل. زميلتي دارسين، تحية طيبة لكم ولجميع المشاهدين في كل مكان.
نعم، اليوم أعلنت نقابة المعلمين وخلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس، وكان يعني كانت قناة ساكروس حاضرة بهذا المؤتمر الصحفي عن إعلان الإضراب على الدوام في داخل يعني الأبنية المدرسية وعدم تدريس الطلاب من أجل الضغط على الحكومة العراقية من أجل الاستجابة لمطالب المتظاهرين. أيضا اليوم عدد من طلبة جامعة كربلاء أيضا أغلقوا البوابة الرئيسية لجامعة كربلاء، أيضا المتظاهرين ما زالوا يغلقون مبنى مديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء. هناك أعداد كبيرة من طلبة الجامعات والناشطين ما زالوا يعني يشتركون في ساحة الاعتصام في ساحة التربية وسط المحافظة. كانت هناك ليلة أمس عدد من الاعتقالات قامت بها القوات الأمنية لعدد من الناشطين منهم الناشط المدني منتظر مجيد، لكن قامت بإطلاق سراحه قبل ساعة من الآن أيضا هو وعدد من زملائه. هذا هو المشهد في محافظة كربلاء. في محافظة النجف منذ الصباح الباكر قام عدد المتظاهرين بغلق الشوارع الرئيسية في محافظة النجف، عدد من الشوارع الرئيسة في مركز مدينة النجف قاموا بإغلاقها، أيضا قاموا بإغلاق عدد من الدوائر الخدمية، أيضا ذهبوا إلى عدد من المدارس وأخرجوا الطلاب من المدارس، وكذلك غلق عدد من الكليات التابعة إلى جامعة الكوفة، ويعني علقوا لافتات أنه ماكو وطن ماكو دوام. هذا الشعار هو الذي يرفعه المتظاهرون أيضا من أجل زيادة الضغط على الحكومة المركزية من أجل الاستجابة لمطالب المتظاهرين. أيضا كان للقاء يعني وحديث يعني سيد سيستاني بعد لقائه بممثلة الأمم المتحدة بلاسخار، كان له دور كبير في تحشيد أعداد كبيرة من المتظاهرين سواء في النجف أو في كربلاء أو في المحافظات العراقية الأخرى. التغريدة أيضا كانت هناك تغريدة لسيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي أعلن فيها رفضه للتدخل أي تدخل خارجي بما يخص الانتخابات أو كذلك التدخل الأمريكي بما يخص الأوضاع الداخلية العراقية، مشيرا إلى أن العراقيين هم من يصنعون يعني قرارهم بنفسهم. أيضا كان هناك لها صدى بين صفوف المتظاهرين. في محافظة بابل ما زالت أيضا الحركة الاحتجاجية مستمرة في ساحة الثورة يعني وسط مدينة الحلة. هناك أيضا أعداد كبيرة من المتظاهرين خصوصا من طلبة الجامعات من طلاب المدارس، عدد من الدوائر أغلقت أبوابها وجاءوا شاركوا في الاعتصامات وفي التظاهرات التي تشهدها محافظة بابل. القوات الأمنية في محافظة بابل ما زالت يعني تؤمن ساحة الثورة وسط مدينة الحلة ضمن خطة أمنية عدتها سابقا بالتعاون مع قيادة عمليات الفرات الأوسط لضمان سيادية هذه التظاهرات والحفاظ على سلمية التظاهرات في محافظة بابل. نعم، عبر الهاتف ومن كربلاء مراسلنا معتز العبودي، شكرا لك. وإلى واسط حيث يستمر العصيان المدني في دوائر الدولة، الزميل أمانج الجاف ينضم إلينا من الكوت مباشرة وعبر الهاتف ليطلعنا على مستجدات الوضع هناك. أمانج أهلا بك، تفضل. نعم، تحية طيبة لك ولجميع من يتابعنا على شاشة زاغروس الفضائية. اليوم واسط لديها مانشيت عريض إذا صح التعبير وعنوان بارز في التظاهرات، وهو زيارة بلاسخارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق إلى مدينة النجف ولقائها بالسيد السيستاني، والتي قالت على لسان المرجعية إن المتظاهرين لن يعودوا إلى منازلهم قبل تحقيق جميع مطالبهم، وأيضا أكدت أن المرجعية قلقة على عدم جدية القوى السياسية إجراء الإصلاحات. وهناك إشارة أيضا نقلا عن المرجع الديني إلى أن الرئاسات الثلاث لم يكونوا قادرين على تحقيق مطالب الشعب فلا بد من سلوك طرق أخرى. هذه جمل من عناوين بارزة تستند عليها اليوم جميع المطالبين بالحقوق ويقوي عزيمتهم وإصرارهم على البقاء في ساحات الاعتصام. وإذا كان هناك بعض الترخي أو الملل من قبل البعض فكلام المرجعية أصبح عنوانا بارزا وأعطى دعما كبيرا للجميع وحتى من يشكك في حقيقة التظاهرات. إذا واصل مستمرة بالتظاهرات والعصيان المدني، ومنذ يوم أمس واليوم أيضا تغير أسلوب قطع الشوارع لتعطيل الدوام الرسمي. الخطة الجديدة هناك تشكيل مجاميع من عجلات المدنية ودراجات النارية يتجولون على جميع مؤسسات الحكومية والمدارس منها للتأكيد على إغلاقها وديمومة العصيان المدني وشل حركة النشاطات الحكومية لزيادة الضغط على الدولة تنفيذ مطالب الشعب. نعم.
نعم مراسلنا آمان جلجاف كنت معنا مباشرة من واسط، شكرا لك. وإلى البصرة الفيحاء حيث شهدت المدينة عودة المتظاهرين بكثافة إلى الساحات العامة وخصوصا ساحة البحرية بالقرب من مبنى الحكومة المحلية، ومعنا حول ذلك مراسلنا من هناك ستار المنصوري. ستار تفضل. تحية لك دلشين وإلى جميع مشاهدي قناة ذات موت عربي الفضائية. يعني موقف المرجعية والتصريح اللي أدت به أعطى ثقة كبيرة وشرعية للمتظاهرين للعودة بقوة إلى ساحة الاعتصام اللي حقيقة شهدت بعد حوالي الساعة الرابعة مسيرة من منطقة العشار المركز التجاري لمدينة البصرة ووصولا إلى شارع الجبيلة إلى حيث تلك البحرية ساعة الاعتصام القريب من مبنى حكومة البصرة المحلية. تم نصب الخيام والسرادق، وهناك خيام نصبت على جدار القطع اللي يصل إلى مبنى الحكومة المحلية للحيولة دون اختراق هذا أو تثور هذا الجدار. يعني هناك لافتات كثيرة رفعها المعتصمون والمتظاهرون حول تأكيدهم بسلمية التظاهرات والمواصلة تظاهراتهم حتى تحقيق جميع المطالب. كان هناك كذلك يعني إيقاد للشموع استذكارا لأرواح الشهداء اللي سقطوا في ساحة الاعتصام، بالإضافة إلى هناك كانت مسيرات لبعض عوائل الشهداء وأصدقائهم رافعين صورهم للمطالبين الكشف عن يعني القتل. الآن أنا في أحد الشوارع المؤدية إلى العشار من منطقة الجزائر، هناك مسيرة حاشدة لعدد من الطلبة. قائد عمليات البصرة قاسم نزال اقترح يعني نقل الاعتصام إلى ساحة الحرية أو ما يسمى بالبادنجان قريب من جامعة البصرة ساحة سعد، لكن جوبي هذا المقترح بالرفض باعتبار انه المعتصمون يبغون انه يعني البقاء في ساحه سلكه البحريه القريب من مبنى حكومه البحريه المحليه. هناك كذلك يعني احتجاجات وتظاهرات مماثله في جميع اقضيه مدينه البصره وسط اجراءات امنيه مشدده، لكن في مدينه الناصريه شمال غرب البصره كان هناك مصادمات ليله البارحه فقط يعني عدد من الضحايا. نعم مراسلنا ستار المنصوري كنت معنا، شكرا لروان واهلا بكم من جديد. افاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن وصول رتل عسكري للتحالف الدولي مؤلف من عشرات الاليات ضمن تعزيزات عسكريه ولوجستيه ومدرعات وشاحنات الى كردستان سوريا، وشهد الرتل في مدينه قامشلو متجها غربا. كان المرصد السوري قد نشر في الخامس من تشرين الثاني أن تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات التحالف الدولي وصلت لمقر اللواء 113 سابقا والذي بات قاعدة عسكرية للتحالف. وبيّن المرصد السوري في الرابع من تشرين الثاني أنه رصد دورية تابعة للقوات الأمريكية تتجول قرب الحدود مع تركيا بالقرب من قرية عين ديوارة التابعة لمدينة ديرك بكردستان سوريا، وسلكت الطريق المحاذي للحدود مع تركيا مرورا بمعبر سمالكا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي بينهما على أهمية حل المشاكل الإنسانية في سوريا وعودة اللاجئين. جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين في أعقاب المكالمة الهاتفية أمس الاثنين أنه أثناء تبادل الآراء حول الوضع في سوريا تم التركيز على أهمية حل المشاكل الإنسانية بما في ذلك ضمان عودة اللاجئين. هذا ونقلت وكالة رويترز للأنباء على لسان مسؤول رفيع في البيت الأبيض طالبا عدم الكشف عن اسمه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي غدا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأضاف أن ترامب سيدعو أردوغان للتخلي عن شراء المنظومة الصاروخية الروسية S-400 والقبول بوقف دائم لإطلاق النار في كردستان سوريا، وفي المقابل سيوافق ترامب على بيع مقاتلات F-35
وثلاثين لتركيا، كما سيبرم صفقة تجارية مع تركيا بقيمة 100 مليار دولار. يذكر أن ترامب قال في أردوغان قال أن أردوغان أثناء مراسم افتتاح أبراج ترامب في إسطنبول عام 2012 أن الرئيس أردوغان قائد كبير ومحترم جدا في العالم. أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل الاثنين عن دعمهم للاتفاق النووي الإيراني المبرم مع طهران عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن. وناقش الوزراء خلال الاجتماع الإجراءات التي يجب عليهم اتخاذها حيال قيام إيران بتخصيب اليورانيوم، بينما كانوا في انتظار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول امتثال طهران أو عدمه التزاماتها بموجب الاتفاق. وصرحت مديرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن الوزراء عبروا عن التزامهم الكامل باتفاق النووي حفاظا على الأمن العالمي، مؤكدة على مواصلة المساعي للامتثال الكامل بالاتفاق وتنفيذ بنوده بحذافيرها. وفي الشأن اللبناني قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن المحادثات السياسية مستمرة من أجل تشكيل حكومة جديدة، وأنه لن يبحث الأمر علنا لأنه يريد ترك الباب مفتوحا. ودعا نصر الله القضاة في لبنان لأن يتصرفوا بصلاحياتهم والقوانين المعمولة بها ويمتلكوا شجاعة عدم الامتثال لأي ضغوط سياسية. وقال متوجها إلى مجلس القضاء أعلى إن عليه البدء بمسؤولي حزب الله، مؤكدا أنه يضمن رفع الحصانة عن أي متورط بالفساد. وفي الختام مشاهدينا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين: رئيس أقليم كردستان يشارك في مراسم تخرج دفعة جديدة من ضباط البيشمركة ويؤكد على عملية الإصلاح بوزارة البيشمركة. الصدر مهددا أمريكا: لن نسمح بتحويل العراق إلى سوريا وسنواجهكم بتظاهرات مليونية. هدنة دائمة في كردستان سوريا وإبطال صفقة إس 400 ضمن شروط واشنطن على أنقرة. أما نصر الله يقول سنترك الأبواب مفتوحة في محادثات تشكيل حكومة لبنان. مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام النشرة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.